ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إلهي وحن ويدسنا يا سبحانه وتعالى إلهي ما لنتم عاد بلتوغا ما لنتم عادنا إلهي الدعاء وأقبل سبحانه وتعالى صحابة قيبك مده ما لنتم عاد صلاة تم عاد هدين لدوكذو إلى عصرك ويدعي سنجرين محايا لي نبي قحو كيري ساعد باكو جرته الدون كسو آذاه مجره إلا دعاء إلهي وأقبل سبحانه وتعالى سعد سنا وسعد أن مرتي لجوين لحديدين ويا وح عصر ك وح كذا بيا صلاة الجمعة أيه وبدن تهاي مركز سادر تد الدعاء لوجود ذلك جري إلهي سبحانه وتعالى توفيق الله نوافتيه جنانت كيا خاتم ذا الله نوها جاتيه أن لش أدير عن كل نورانا إنه ومال مير ويا وأن كتجينا وحنا مسافرين بيننا هاي تتكا مسافرين تاهم مساكين تابان هاي إلهي سبحانه وتعالى قناند وناكسن إيا خاتماء الله نغو أرزق إيمانك يا إسلام كأنغو كنول إلهينا ديلو سبحانه وتعالى وحي نوصي دير وحان كنولنا هاي الديغان خطر أحيان كنولنا مركا لغفير يو حقا وحيالا الدنيا والله استاء يا نعمو يا أمني الحمد لله لكن خطرت نوتيدا وخطرت صحراء وخطرت رنتا أو إنسانكو إنو آياتيك دنبق خسارة وحن خطبة أول هذالني دتك الليباني على مدى إليه قيب كمدة ولو وصل وقت جو أجران لكن وقت يرى كمدة رجال كابن بنورنايا إنسان كليبان تليبان ليبان وحلى يراده إنسان كناجح هاي وقف كأدوني آخربا إلهي سو دون يؤن ولا ذويا أصله الله هال كي يهد إنت قف كأصل أوران كراو ناجح ويا وحيت هاي آياته القرآن كأنه آخرنا يو سورة نور كمدة وحينو الشيقيان إنسانك سدح بأضوب أباهي إنه مارة قولي استدراد إذا سدح مليو أما سدح بأضوب أباهي بأضوك وادي وحويان مركو عقيدة قاطو إيمانك قاطو نورك إلهي سبحانه وتعالى أو أقبله وعباهي هي قروه كبر باري إنه بأ صالحة النقطة أي أباهي مارت قروه وإنه نقطة قروه إسلام وإن النقطة بيئة صالحة علماء الإسلام كسان شيخ عبد الله بن عباس في بيوت أذن الله وحكوفة سري قريها هي مساجد ويا نور كلاجا قاتا ويا والله ربي أراد ويا لبدود ناس كحرا أو استعفيري ويا وحد وقتين أمة الإسلام ك أنت أن مارة النبي هجرونين عليه الصلاة والسلام مسجد كيس أو صندسين أمة الإسلام كهم ما أيسن مارتي هيسنين مساجد يكدو كلام لا شك آيات داننا وحويان ولا شك إن التهاي آيات مدني بيكسو دقتي سورة النور ومدني ويان ها سيدوك لا وحي تلمام يسير عبد الله بن عباس سدح إيا طبان صنو إنا ومارت المساجد دو إقريو لهاي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحي كتر بيوبين كبر بارين وقريا نظيفة وإلهي اللو حصو سبحانه وتعالى لو دياريي أبطك كبرنا إيا دادك كنولي إنا إيهن داد مسلمين قر إسلام أي كنول هذا قرآن كو حوتوصينا إيا أرنتاس آيادان أخرون سورة الأحزاب كجرتا مركو حاسسك إلا نبي حاسسك إلا هلا يي وحالا يذو وذكرنا ما يطلع في بيوتكنا من آيات الله حصوصتا قرينا وحالو أقنا إيو أو إلهي آيات كيسا إيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قرية مؤمن كاهي وقرية كتاب كإلهي الواخر سنة النبي كان لغو برطو عليه الصلاة والسلام دات كان لغو تربية ومدان أول كيرا وحالا مدع هاي آيادان شيخ نخرني وصورة يونس كترتا إلهي سبحانه وتعالى وحو أمر نبي الله موسى عليه السلام إيا هارون مركي مؤمنين الراعين وضد مؤمنين الراعين مساجد ميسان هايسانين ميالايكو عبادستان ميسان لهين إله وحو أمر نبي الله موسى يا هارون إن أوصى مايان قريه ولا مال أي كدو كذا أولي ومحراب أوصى مايان وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا بلد بيوت عظيمة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين مركا قريه محال وقبنا تلفاش لو في ارتنين مسلسلة لقمة داوانين مقرنا سيقيمهم لقو عيار مين وحويان قريه أنا وحال لو قلت لك قريه قري الصلاة دنا اللي قلت توسيه إلهينا اللي وحصه سبحانه وتعالى بأداس صالح أبو مارتي لأنه ديغان كورا فرعون با حكومي وحو هاي ديغان فاسدة أيو ديغان كوراها مركا وحايا أبا هذين إن الله سمايو مارتي مليوه
iyo deegaan hoose in loo sameeyo. deegaankaasi maxaan muxuu yahay? Waa gurigaaga weeyaan. anta maliku baytik, gurigaaga adaa xakuma mart. Sidaad maarata u ekaysiidan buu kugu ekaanayaa, waxaad kugu ku shubataa lagu siinayaa, waxaad maaragtay ku beerataa ka soo baxaya. haddaad maaragtay hees iyo tumasho iyo riwaayado iyo xaflado iyo magaraysa qoobka ciyaar aad ku gurigaaga ku beertid, waxa weeye mirahaas un buu dhalin. haddaad gurigaaga ma garanaysaa ilaahay ka baqitaanka iyo cabsida ilaahay subxaanahu watacaala iyo dikriga ilaahay iyo suuratulbaqara lagu akhriyo shayaadiinta looga eriyo laguna dhaqmo gurigaaga, haddaad ku tarbiyayso miro wanaagsan baa ka dhalanaya. dadka ku barbaarana waa dadkan sheegnay oo najaxa bay berri noqonayaan, laannahu bii'a wanaagsan iyo deegaan wanaagsan ayay maaragtay kasoo baxeen. guryahaasi waxaad arkaysaa saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam intaysan masaajidka nabiga la samaynin guryahoodabay maaragtay ku tarbiyoobeen. kabacdi xataa markii masjidka la haajirayo bii'adii wanaagsaneed la sameeyayo bii'a guud ahaaneed oo wanaagsan ay helaan iyo milyo fiican guryuhu lagama go'inin ee waxay ahaayeen meesha asalka ah loo laabanayo. iftiinku wuxuu ka soo baxayay nalku masjidka uu ka soo baxayay nabiga wuxuuna gaaraya guryaha ayaa maarata u ifaya maarta guryaha rasuulka inaga calayhi salaatu wasalaam. sidaas buu nabigeenu markuu habeenkii ou maarata saxaabadu guryahooda u laabtaan kormeer buu mari jiray calayhi salaatu wasalaam, markaasuu maarata dhegaysan jiray waxa weeyaan maxay guryaha ku hayaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. weliba inta dhegaysto waxa weeyaan oo mutaabaca ku sameeyo ayuu subxii u sheegi jiray. nabigeena saad taqaaniin xadiidka saxiixa ah wuxuu soo maraya cumar ibnu khaaab oo gurigiisa habeenkii ku dukanaya oo codka kor u qaadaya maarta kor qur-aanka ula jahraya. markaasuu ka tegey guriga abubakar buu soo maray, wuxuu arkay abubakar oo dukanaya laakiin aamusan oo hoos u akrinaya ayuu arkay maarta nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. subxii marka laysu yimaado taqyiimka iyo maarata qaymaynti waa u sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsan maaratay ee maaragtay inuu ardadiisa yaqaano inuu xertiisa garanayo waxay ku mashquulsan yihiin nabigeena calayhi salaam sidooduu dareemaya habeen mar la seexdo waya waa saqdi dhexe weeyaan. subxiiba markaa uu sheegay oo maarata shahaadiiba rabo inuu siiyo inuu u qaymeeya buu doonaya calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ra cumarow xalaanku soo marayo kor baad ula qaynaya ula jahraysay buu yuri maarta. markaasuu haa yaa rasuul allah kuntu uqdu lwasnaan wa atrudu shaytaan buu yuri maarta. qofka jiifana waa kicinayay shaytaankana waa iska eryaya buu yuri maarta cumar ibnu khataab maarta. qofka jiifana waa kicinayay shaydaanna waa iska eryaya buu ma garanaysaa. markaasuu rasuulku yidhi maarata xoogaa hoos u dhig buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. abubakar buu nebigu ku yidhi xalay waan ku soo marayo hoos baad maaragtay u dukanayso hoos baad qur-aanka u akrinaysay. markaasuu yihi yaa rasuul allahi laqad asmactu man naajayt ciddaan la foqayo la koodayo waan maqashiya buu yihi. ilahay rasuulkiisu la ilahay waxba kama qarsoona maarata laata yani irbacuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa abkam wainamaa tadcuuna qariiban mujiiba ducaa su rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ruxoogay maaragtay kor u qaad buu yihi maarta wajcal bayna dalika sabiila si qur-aanku yidhi. sidoo kale nabigu saxaabad ban buu soo maray abu muusa alashcari buu soo maray asagoo habeenkii dukanayo salaatuleyl ku jira nabigu aad buu uga helay maarata codkiisa quruxda badan. subxii buu markaa u tacliijinaya uu leeyahay xalaan gurigaaga soo marayo niyow laqad ucdiita mismaara min masaamiri ahli daawuud buu yihi maarta cod aad qurux badan oo ma garanaysa codkii reer daawuud ah nabiyullaahi daawuud codka la siiyey waa codka qur-aanku noo sheega buuraha iyo maarata shimbiruhu ay la tasbiixsanayeen maarta waatayra maxshuura kullun lahu awaab.